هل تدخل من الكود فوق 10,000 دولار بالشهر؟ نقطعنا لهذا اليوم يا جماعة الخير، فضايح الشباب، كيف تجيب فضايحهم يا رايد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جهاز كاشف الكذب، أول واحد، تعال نجيب فضايحه. السلام عليكم، كيف حالك؟ والله ما شاء الله، صح النوم؟ يا أخي حتى وقت نوم تصورون محتوى. والله العظيم أنا أخوك تشوف الجهاز هذا. هلا والله. السلام عليكم. يا طيب يعني ممكن ندخل الله يرضى عليك. الصالة كبيرة الله يجزاك خير، تفضل. صح عند غرفتين الغني ذا. تفضل. أستاذ بهاء، قبل لا نبدأ السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. يدك الكريمة. الحال. أيوه بسم الله. جاي صحيح من النوم عشان تكلم. لا لا انت صادق بها، انا انت الوحيد من بين العيال كلهم احس انه بيصدق ولا راح يكذب. صدق. السؤال الاول. ايوه تفضل. هل بينك وبين شخص من اعضاء باور تاتش؟ يا اخي انا والله لاني اكثر انسان يعني كذا حالي حال نفسي. اي نعم. وانت تعرف ذا الشيء. اكيد والله. انا مسكين ما يعني ما بينك وبين احد شيء. لا ما في. بسم الله شوف. دقيقة يا كل من بينك وبين شيء أثرف يا أخي والله ما في أحد يا أخي. لا صار يوم شفتك تفرع صلعة ركاب مع السبليش. السؤال الثاني، يقال إنك مو بسوري جزائري. سوري الله يقطع من القهر. شو واثق السلام عليكم معكم بها الصعوطي. بسب عليك انا والله ما بكسب عليك حي ترى جزائري يا بلد الوجه. انا طيب السؤال الاخير يا اخي اي بخير. انا ما ادري عنك، هل تحبني ولا لا؟ مره اموت فيك، مره احبك في الله مره. يا والله يحبك. يعطيك العافيه استاذ بهاء، الحين تقدر تنام. شكرا لك. اشكرك حبيبي. السلام عليكم. الحين ندخل عند روم. السلام عليكم. كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. تعرف الجهاز هذا ما تعرفه؟ مسويه بالعيال قبل عارفه. هذا اللي بيطلع علمه. تسويه بالعيال الحين انا بسوي فيك. ممتاز. أيوة. جاهز ولا متجهز؟ انا عندي. والله العظيم انك جاهز. صدق كذب؟ صادق. طيب دفتر الاسئله نسيته تحت ثواني. عدنا. حسبك. دقيقة. السؤال الاول يا روب. يا اصلع يا بارد الوجه، هل تكره احد من اعضاء باور؟ لا لا. يحب الجميع، والله يحب الجميع. شكرا رب. اسال بسرعه. اي ما عليك. ما عليك. السؤال الثاني، هل ندمت انك صرت صانع محتوى؟ لا ما ندمت. بدايتي صانع محتوى. هذا الاصلع صادق يا عيال. ليش كيف يخليك اجل وقف الاسئله هذه الطيبه والحلوه؟ لا انا الان بسالك. بسم الله. روب، لو صرت رئيس باور هل بتكرش احد من الاعضاء ولا لا؟ ايه والله العظيم انه صادق. تعال دقيقه لا ما حددت. والله ما حددت. علمني. ما حددت. طيب انا اوريك. لا انا لا لا ما تحطه هيك. بقى سؤال. بقى سؤال. ما تحط السؤال الجواب هذا. اي ما مالك. السؤال هذا ممتاز جدا. يلا سؤال. يلا اللي كتبته الان اسمعني. نعم ولا لا؟ نعم ولا لا؟ نعم ولا لا؟ نعم ولا لا؟ ما دخل. نعم ولا لا؟ والله العظيم من اللي يتكلم. والله العظيم من اللي يتكلم. لا ما جاوب. لازم يجاوب. وش نجد؟ اي ولا لا؟ وتماما اي ولا لا؟ اي ولا لا؟ قل لا. الان ندخل عند ركان. السلام عليكم. سلام. كيف حالك استاذ ركان؟ حياك الله. وين كرسيك؟ ما في كرسي. كرسي انزرف كبره. كرسي انزرف تعرف. ما شاء الله. وش هذا الاحمر؟ هذا كرسي. هذا كرسي. اجلس. استاذ ركان، قد كذبت بمقطع من مقاطعك؟ ايه مره واحده بالغلط. صادق يا كذاب. صادق. حطيتك. سؤال ثاني، هل طولك تحت 150؟ ايوه. صادق. والله تحت 150. صادق. واحد عمره 10. قد سرقت مني شيء وشفتني اتكلم وسويت نفسك مجنون؟ لا طبعا. يا حرامي.
جماعه والله. مشينا اللي بعده. السلام عليكم، كيف حالك سالي؟ طيب ان شاء الله. بدون مقدمات. تاكد بنت ولا ثلاث اسئله صغير ما ابي من وقتك. 42 ثانيه ممكن؟ ايه امزح انا سلمان. ثلاث دقائق. هل ندمت انك رحت لذيك المنصة ولا لا؟ لا. ها! ما كنت ندمت صدق! يمكن ندمت ولا شيء يعني. جت ايام. اي ممكن. جت ايام ندمت. ممكن. بسم الله. السؤال الثاني. حط ايدك. قد جربت تدخن؟ الله المستعان. لا. العد. دخان حطب، دخان حطب. حطب. السؤال الثالث والأخير، هل الشرقية أفضل من الرياض؟ نعم ومليون نعم. شرقية ليه نتعب الشرقية؟ أخي نظيفة. أيوة. وراقين. أيوة. وما لي زحمة. أيوة. وكلنا نحب بعض ونعرف بعض. أيوة. وصغيرة وحلوة. أيوة. وموسم الرياض خلّ خل لك. هذا بارد وجه هذا. طبعا زياد سوي شيء. خلصت عيونك؟ ارجع. لا لا ارجع ما توقف. ترى هذه مفاجاتك؟ هذه مفاجاتي حبيبي. تفضل اجلس. قد اعطيت احد سيارتك وندمت انك اعطيتها؟ كثير كثير مستعجل. ايه اي والله صادق. صدموه الشباب. السؤال الثاني اخوي وعزيزي زياد. ايوه. قد حبيت بحياتك؟ طلع لك صح انك ما جاوبت. ايه ما ادري انت كنت تفكر. ما ادري ايش تفكير قاعد افق. ايه اجين. قد حبيت احد بحياتك ولا لا؟ لا. متاكد؟ لا. ايه 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 الله ياخذ. تهزنا يا بنت. من معك كذاب. والله كذاب. ايه جوازكم كذاب. لا تشوه السمعه. الان شونغ بونغ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم استاذ احمد، كيف حالك؟ أنا أعرفك رجال صادق. تفضل. ما عندي شيء أخبيك. أنا ما عندي شيء أخبيك. والله العظيم. والله ما عندي شيء أخبيك. مرة واثق فيك إنك سيدة. والله إني أنا متوتر إني خافت كمان. السؤال الأول. طبعا. أستاذ أحمد. هل فريق باور يعطونك فلوس أو راتب؟ لا. والله ما يعطوني راتب. ليش تعطونا راتب ولا ما؟ والله ما يعطوني راتب. ليش؟ والله ما يعطوني حق الإعلانات بس. الإعلانات والله يوفقك. هل تدخل من الكود فوق 10,000 دولار بالشهر؟ ما جاوبني. طيب احمد سؤال، هل احمد شونك اكس بونك يكلم بنات؟ لا والله لا ورب المصحف. والله والله اني ما اكلم. والله الله يحييك. لا والله ما شاء الله عليك. طلع الجمال. وش ذا يا عيال؟ والله اني ما اكلم الا اللي يحلون علي. امي واهلي وخالاتي وعماتي. الله يسكر. الله ياخذ كل فلوس كلها. الان عند ابراهيم. خبرنا ابراهيم لا انسى ما يقوم. يقول ما فيني حيل. فبصوره هو على السرير والله ما يدخل. السلام عليكم استاذ ابراهيم. سلام. كيف الحال؟ بسم الله. انت المدير الكبير. أيوة. كل احترام لك، ولكن سيده خلك صادق معي. تمشي امورك يمين يسار ما عندي. السؤال الاول اخوي ابراهيم. اي هل ندمت يوم من الايام انك دخلت شخص في باور؟ اي شكله ما ندم يا كان طالع لي يقول ايه. حط على بعيني. ليه؟ يقال انه راح تتزوج بعد سنة، صدق او كذب؟ والله يعني امي بتشوف المقطع. مبروك يا معيري. عين الله. قد فكرت توقف شغلك تترك كل شيء؟ لا لا ما يحتاج كذا. يدك على يدي. قد فكرت تترك كل الشغل تترك كل شيء خلاص توقف؟ لا والله. الله اكبر. هذه والله الله يخليك لنا. والله انه حلم. والله اني عايش حلم. الله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. مع اني نايم ويجعزوني في محتوى بس والله حلم. عادي عندي مشكله. هذا تبونه مدير صار محتوى ما شاء الله. طيب اخر مقطع ايش تقول ابراهيم بما انك انت المدير حقنا؟ تكفون. ايه تكفون. نعم. اذا سحب ثلاث ايام تعالوا اعطيكم رقمه. ايه شو
بس عنده رقمين، عنده رقمين بعطيكم ارقامه تنشبوله انه ما يسمع ابدا باذن الله ما راح يقبل والله نبي نتهاوش معه ادوك شيء باذن الله ما راح ثلاث ايام كيف ثلاث ايام نزل مقطع تم تسحب ثلاث ايام اكثر من ثلاث ايام الا خميس وجمعه نقتلك تم خميس وجمعه مشكله ولايك واشتراك مع السلامة سبسكرايب وشلون وشلون رائد الحين ما جاب مليون اي والله اقسم بالله يعني شوف هذه مسؤوليتكم انتم والله انتم اللي عليك والله العظيم باقي عندكم الله يسعدك شير سبسكرايب انشر انشر السنه دي المفروض ما السنه الجديده تدخل مليون باذن الله ولا زودناها لا مليون اقول شيء بدنا مليونين بعد يلا ابني واحد قهر يعطيكم العافيه مع السلامه يلا بابا نام الحين يديك العافيه لكم. وما قصرت ونوم الهنا والعافيه بنروح نتعشى احنا السلام عليكم شاشاك تعال يا دب الدب والله ما ينام عشان اكب ست دجاج ولحم كلهن مع بعض يلا بسرعه هيك السلام عليكم.